الخمسين جنيه، وده اتكلمت فيه مع وزير التمويل بالامس، زياده الناس على بطاقه التمويل، وده محتاجين ان احنا نعمله. والخمسين جنيه لابد من مراجعه الخمسين جنيه، لابد ان انا اراعي الاسعار السلع اللي موجوده. احنا عندنا 70% وصل قبل كده اخر معدل تضخم للغذاء 50%، فما ينفعش نفضل على الخمسين جنيه لانه يعتبر دعم نقدي محصور او مشروط او غيره، لكنه دليل ان استمرار الخمسين جنيه خلال السنوات دي اللي هي اكيد لا يستجيب الدعم النقدي الى التضخم المستمر. ولا يمكن للموازنة، ما هي الموازنة عملت ده كله عشان تعالج العجز، فازاي انا اتوقع انه هي تقدر انها تمشي في اضطراد مع التضخم؟ استحالة. طيب كلمة أخيرة زي ما بقول، منظومة الخبز بالرغم ما فيها من مساوئ يعني مسالب وغيره من أخطاء، لكن أنا بعتبرها من أنجح الأشياء التي حمت جزء كبير من المواطنين في سلعة هامة جدا من الصدمات التضخمية التي مرت بها الدولة يعني خلال الأربع خمس سنوات دي. ده إنجاز رائع وفظيع بالرغم من الفساد والهدر وغيره، وبالتالي أنا دائما بقول يجب الاستمرار عليها، عدم الاهتمام بهذه يعني القروش المعدودة، لأن ما يربط المواطن بالدولة يعني هو الأمن الغذائي أو الأمن القومي. عشان كده كما قلت لحضرتك، أنا لو عندي يعني سهولة محاسبية كنت صنفت الدعم من ضمن بنود الدفاع والأمن القومي. دكتورة شيرين، أرجو أن يتم إصلاح منظومة شبكة الأمان الاجتماعي بما في ذلك الدعم العيني والنقدي في إطار مصلحة المواطن بجد وتحسين مستويات معيشته، مش فقط عشان أصلح عجز الموازنة. عجز الموازنة مهم بالنسبة لنا، ولكن مصلحة المواطن ومستوى معيشته، وزي ما قال هنا في عقد اجتماعي يجب أن نراعيه. أنا بشكركم شكرا جزيلا دكتورة شيرين الشواربي، سيادة النائب محمود سامي.